التمر موجود حاليا في السوق، وهذا السوق هذا سوق اسبوعين زعما مرتين في الاسبوع، الاحد والاربعاء، وانواع التمر موجوده وكاين الجودة هذا العام الحمد لله، كاين الجودة هذا العام وكاين الطوناج، كاين عندنا مثلا بحال الجهل، كاين المجهول، كاين بوسحمي، كاين نوع السيسير في عده انواع شي 20 ل 40 تقريبا، كاين اقليت، كاين فقوس، كاين بوسبع السلطان، كاين انواع موجوده، انواع الحنف وضع يعني الواحد تشمل واحد انواع كثيره في التمر، وهذا العام الحمد لله كاين جوده. اما بالنسبه مثلا للجفاف واولا نتكلموا على النخل كيفاش يعني بيض، هنا يعني في واد الدرعه اذا تصيبوا بما يسمى ببيض، تيصيب مثلا الفقوس، بوسكري، الجيل، هذا النوع اللي عندنا لا ثمينه هو تتسبب بما يسمى ببيض. التمر على الاقبال هو غير لولاد البلاد، فعلا هما اللي المنتوج المحلي على حساب ولاد البلاد، ولكن خاص الشتاء وخاص الفلاح يتعاون شويه ويتشجع شويه. الفلاح دابا تيجيب التمره تيبيعها ب 15 درهم و 16 درهم، ما خاط عليه والو، تيمشي يشري بترول بواحد الحساب، يعني تيضرب ما تيضرب، تيجي تيوقف على رجلي تيبيع داك الشيء، تيدي داك الشيء، يلاه جي دوج هاد الصاير، ما تيبقى ليه والو. هذاك الشيء اللي كاين مزيانه، ولكن هي حوايج مشكله.